أول ستة المكان مفتوح بس يلا أقسم بالله عصبت منكم وكل مساحة قاعدة تاكلوها. السلام عليكم، النهارده الفيديو نتيجة زاد دوار الشمس بس بالمرة دي مش بالجذور، فأنا متحمس بقالي كتير ما دخلتش البلكونة، فأنا متحمس كانت كل يوم بتكبر الحبة دول، فأنا بقالي يومين تقريبا كده مخشتش البلكونة أو أكتر. فمهم احنا دلوقتي هنشوف ونقول معلومات على الطيور، فأنا متحمس فيلا بينا نبتدي. اقسم بالله عصبت منك كل ما انزل حاجه تاكلوها. معلش يا جماعه، المهم في فيديو صورته لما كانوا كبار شويه بس نسيت ان شاء الله، معلش. طبعا دلوقتي اخدت الاجازه فهتلاقوا ان شاء الله كل فيديو منتظم. فدلوقتي اقول معلومات كده عن الطيور شويه. اول حاجه تبديل ريش الطيور زي الطائر ده، كان عندي ريشه مش كويسه فانا شلتها وبدلتها بريشه، قصدي لا فالمهم انا شلت له الريشه دي وبعد فترة طلع له ريشة ديت بس لسه هتكبر أكتر. في صدها تاني. حاضر هنجوزك اصبر اصبر شوية. فالمهم ان هو اللي قصدي يعني الدكر دوت، الدكر ده ريشه بيتبدل، فكل ما واحد اكتشف تربيته احصل اكتر اكتر. فالمهم كل ما الطائر الفرخ كبر اكتر كل ما كان السلاح السموكة بتاعته اكتر. دي معلومة مفيدة جدا. بنصحكم انكم تعملوا كده. ما تسكت يا بنت، طب تسكت. فالمهم طول بنتي كان طول حريصة جدا على اي حاجة اي خطر، يعني طول بدري ما بتخافش، معظم طول بدري ما بتخافش وعمرها بيخاف، يعني لو جبت لها فشل ممكن ما تخافش، ممكن فشل هو اللي يفهمها وممكن هي اللي تفهم الفشل. الطيور والببغاوات لعبة جدا، طبعا ده بيحاول يفتح القفص. بص كان بيحاول يفتح دي، انسى اوعى تفتحها انت حطيت انت. فالطيور اللعوبة وبالذات الببغاوات زي الكاسكو الامازون مكاو الكاتو، انت مالك يا عمي مالك. والطيور البيضة دي تعتبر طفرة، فده طفرة والأصفر ده طفرة، يعني دي طفرات ودول طفرة، كل كوكتيل أصلا طفرة. وده طفرة شوشة فده شوشة أبيض، طفرتين ده على بعض، طفرة شوشة وطفرة الألبينو. يعني دي معلومات بسيطة، حبيت بس اتواصل معاكم.
خلاص يعني هو ده في الفيديو، مع السلامة.